يزخر السودان بالكثير من المقومات السياحية وعلى مختلف أنواعها، وذلك لتنوع بيئاته الجغرافية والتاريخية والثقافية. ففي الشمال توجد آثار الممالك النوبية القديمة التي تعتبر مهد حضارة بشرية، حيث الأهرامات والمعابد الفرعونية. وفي الشرق تتلاطم أمواج مياه البحر الأحمر بالبر السوداني، وتوجد الجزر المرجانية الفريدة التي تشكل موطنا للأسماك الملونة وجنة لهواة الغطس في مياه البحار. وفي الغرب تمتد الصحاري الرملية بلا نهاية، وتسمق القمم البركانية في جو شبيه بأجواء البحر الأبيض المتوسط. وفي الجنوب والجنوب الشرقي ترتع قطعان الغزلان والفيلة والأسود وسط أسراب الطيور. ويتوسط البلاد نهر النيل الذي يجتمع برافديه في العاصمة الخرطوم. الخرطوم التي تحتضن عدة متاحف متنوعة، منها متحف السودان القومي ومتحف بيت الخليفة والمتحف الحربي ومتحف القصر. فضلاً عن كل ذلك، توجد السياحة الثقافية المتمثلة في فعاليات القبائل والإثنيات المتعددة، وما تقدمه من نماذج موسيقية وأزياء تقليدية. وما تخفيه باطن أرض السودان، البكر أكبر بكثير.